في يعني أكثر من، خلينا نقول أكثر من فرصة، في فرصة حمل وفي فرصة خلينا نقول معنى ثاني للكارت إنه ولادة مشروع جديد. شيء إكسترا أنت عم تشتغله عن الشغل أو بهذا الموضوع. وممكن يكون بالنسبة للرجال الجوزائيين ممكن تكون هاي عبارة عن أنثى متكاملة عم تظهر في حياتهم وعم بتأثر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين عم بشوف في تنازلات كثيرة من الحبيب، في عرض ممكن يكون عرض زواج أو عرض رجوع. عم بشوفكم رغم الاختلافات الكبيرة بيناتكم، في مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين، ولكن عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب، في حب حقيقي بيناتكم، هاي العلاقة عم تتوج عم تتطور يعني من هذا النوع، عم بيصير في توازن. من بعد ما انظلمت في ميزان، في أكثر من ميزان، في عندك ثلاثة، في عندك ثلاث ورق فيهم كارما. في 100% رح يوصلك حقك لحديت عندك، وممكن يكون في العمل، ممكن يكون في العاطفة، بس أنا شايفة بالعاطفة خاصة رح يركز برج الجوزاء على العاطفة، لأنه في سعادة عاطفية كبيرة جدا. ممكن تكون كمان زواج، أنا شايفة بينك وبين الشخص اللي بتحبه في زواج، في أولاد. إذا كنتوا أساسا متزوجين فالأولاد رح يفرحوكم بموضوع معين، أو إنه يعني عم تتقربوا من بعض أكثر من بعد ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد ومشغول بشغله وبأموره. عم بشوف كثير في فرصة إنه يعني ترجع الأمور، يعني شايفتها أحلى من الأول حتى بكثير. في مادة، في ترقية بالعمل، في رح تاخذ حقك إذا كان الحق اللي عم نحكي عليه بالعمل رح تاخده، في مش مشكلة. ولكن في حدث كبير رح يصير هاي الفترة، هذا الحدث رح يعطي كل واحد على حسب نيته. خلينا نقول إذا أنت كنت، أنا ما بعتقد إنه الجوزاء بيظلم، إذا أنت كنت ظالم حدا رح تاخذ جزائك أو العكس صحيح. فأنا ما بق يعني ما مش عارفة إذا الجوزاء ممكن يعمل هيك شيء، بس أنا اللي بعرفه لا. شايفة إنه الشخص اللي بتحبه أو شريكك عم بيراقبك كثير، عم بيفكر فيك طول الوقت، عم بيكون في عنده شعور بندم، يمكن عمل شغلة كبيرة أو شغلة زعلتك بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف قد ما كان في أشخاص عم بيحاولوا إنه يثبطوا من معنوياتك، عم بشوفك طاير لفوق، يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي وعلى الصعيد المادي والعاطفي أكثر شيء، فنيالهم إن شاء الله يا رب إنه تنطبق مع أكبر عدد ممكن. خلينا نشوف أكثر على العاطفة. كاس كبير جدا 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 من الحب، في مشاعر قوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك، وعم يرجع الوضع يرجع أحلى من الأول زي ما قلنا. شايفيتك عم تتشرط، عم بتحط شروطك، عم تتحكم، تكون أنت المتحكم في العلاقة. شايفيتك برج الجوزاء عم تستعين شوي بشخص أكبر منك. على فكرة الشريك، أو هاي قراءة ممكن، هاي عاطفية ممكن تكون عكسية أيضا. أنت أو الشريك عم بيخبر أهله عن الموضوع، الشريك يمكن عم بيخبر أهله عن الموضوع وعم بيتم الموضوع على خير. شايفة في تطور والهاند مان اللي هو الأمور اللي كانت مؤجلة، الأمور اللي كانت كتير خلينا نقول جامدة كلها رح تتحرك. يعني بالعلاقة العاطفية في حركة وفي أكشنز كتير هاي الفترة. شايفة إنه الشريك كتير مقبل عليك ورح يعني يقدم شيء بالنسبة لإلك. شايفيتك بالنسبة أنت لإلك رح تكون شوي حذر، شوي عم تكون تقيل، يا واد يا تقيل، بس عم بشوفك انت بتحبه وهو بيحبك، يعني فلشو تكبير الراس.
عم بشوف من بعد ما كنت انت في عندك غيوم، في عندك اكاذيب عن الحبيب، يمكن مناوشات مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد لله حلو جدا لورق الجوزاء، يعني يمكن يكون من اكثر الابراج المحظوظة هاي الفترة، لانه احلى ورق يعني بين عندي تقريبا، مبين انه في كثير راح تكون يعني حميميه اكثر في العلاقه بينك وبين الشريك، خاصه اذا كنتوا ازواج، فراح يكون اكثر العلاقه ما بينكم اكثر حميميه، اكثر قرب. فكل الورق نفس يعني كل ورق حلو الحمد لله للجوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا جوزاء شو عم بيقول لك هاي الفترة، أو على شو عم بتركز أكتر شيء. في عندك انتصار كبير، شايفيته أكتر من ناحية عاطفية أو حتى من ناحية عمل. في مشروع كان جامد، في مشروع كان يعني مكتوب له الفشل أو كذا، شوي شوي عم ينور. وإذا كان هذا الكرت على الصعيد العاطفي لبعض الأشخاص، فشايفة في شجرة عيلة، في تطور للعلاقة، في أولاد، في زواج، في يعني في شجرة عم تنور، شجرة العيلة الجديدة عم بتنور، حتى لو كنتوا متزوجين طبعا. طيب لو في تحذيرات أو بشائر ممكن تكون، بس أكثر إيش تحذيرات هذا الورق لبرج الجوزاء شو عم بيكون؟ هنا طلع مقلوب، عم بيقول لك انه شوي روحانياتك يمكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء، عم تبعد شوي عن الروحانيات، الصلاة، الدعوات. فمثل مش تحذير، يعني تحذير يمكن انه لا ما تعمل هيك الفترة الجاي، حاول انه تزيد روحانياتك، تزيد صلواتك، تزيد علاقتك يعني في ربنا بشكل عام. اكثر اشي هيك بفهمه انا هذا الكرت. هذول الكروت انا كثير بحبهم، دائما بيعطونا اشياء ايجابيه، مش دائما يعني بس الاغلب. اوه وش بيقول لك؟ اتمنى، بيقول لك اتمنى اي اشي هاي الفتره وتخيله فراح يصير، وكأنه عم بحكي لك في أمنية رح تتحقق هاي الفترة، فاطلب واتمنى زي ما بقول لك. فكرت جدا جميل، يعني بكمل قراءتنا وبكمل الأمور اللي حكيناها. شوف كمان نصائح من الأنجلز. بقول لك أنت أساسا مثل معلم روحاني في داخلك، ولكن انت مش مطور هاي الشغلة، انت ما عم تتعاطى مع الطاقة الكاملة اللي داخلك. زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير انه بعيد شوي انت حاليا من موضوع الروحانيات، فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الإيجابية طبعا اللي عندك إياها. بيقول لك انت بالأساس شخص روحاني، وبالأساس ممكن تكون معلم حتى روحاني أو هيلر للناس اللي حواليك، ولكن بقول لك نمي هاي الموضوع، ما تخليه يعني ضعيف داخلك، نميه لأنه له مستقبل معك. بقول لك ارجع طفل، اطلع من الطاقة اللي انت فيها، الزعل والنكد والكذا. بيقول لك هاي الفترة كتير رح تكون حلوة، ف ارجع طفل، ارجع استمتع بالأمور اللي كنت تستمتع فيها زمان. مبين برج الجوزاء شوي من كثر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية،
صار حتى الأشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها، فبقول لك لا رجع حالك لجوزاء القديم، لأنت شخصك القديم، لشخصيتك القديمة هي الصح. فبيقول لك ما تتغير، ما تخليك طفل من جواتك، أنت أساسا طفل. فبس عم بيقول لك إنه ترجع تستمتع بالأمور اللي وتعطي وقت لنفسك، يعني مش كله شغل واهتمام بالآخرين، تعطي وقت أكثر لنفسك، تحب حالك أكثر. بيقولوا لك في حقيقة معينة رح تظهر قدامك، في أو حقائق خلينا نقول في هاي الفترة، فكون متنبه جدا للرسالات الكونية، لكل شيء حواليك، للحاسة السادسة اللي داخلك. في كتير أمور رح تظهر قدامك كنت أنت منخدع فيها، يمكن كنت أنت موهوم فيها، ففي حقائق كتير رح تظهر قدامك ويكون موضوع لمصلحتك، لحتى يكون لمصلحتك كون كتير متنبه للرسالات اللي جايتك من حولك. فحبايبي برج الجوزاء بشوفكم بالفيديو الجاي وحاشتاج